المرحلة الثانية من عملية إنتاج الزيتون المسلوق في بلدة تبنى في رواية كورة بمحافظة تربية هي نقل الزيتون بعد جرشه إلى هذا البلد الحجري المكون من بدين يقوم بدرس الزيتون المسلوق بهدف طحنه ومن ثم إرساله إلى المرحلة اللاحقة من هذا المكان. الآن أنتم تشوفوا بعد ما إنه تم هرس الزيتون راح نقوم إحنا بعملية البذر. حيث يقوم العم أبو أحمد الآن بفتح